اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مبادره الامم المتحده لتحصيل ايرادات موانئ الحديده لدفع رواتب الموظفين وابعاد هذه المبادره في ظل الوضع الميداني غير المستقر في المحافظه. قدم المبعوث الأممي مارتن جريفيث مبادرة مؤقتة تتعلق بتحصيل إيرادات الحديدة وتحويلها لدفع مرتبات الموظفين في المدينة. ووفق موقع المصدر أونلاين فإن المبادرة نصت على أن تورد الجمارك والضرائب المتعلقة بالواردات النفطية من موانئ الحديدة إلى حساب خاص في البنك المركزي بالمدينة خلال الشهرين القادمين. كما نصت المبادرة على أن يكون للأمم المتحدة دور رقابي على الحساب البنكي بالتعاون مع البنك المركزي لضمان شفافية العملية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل يمكن أن تعمل المبادرة الأممية على حل مشكلة رواتب الموظفين ودفعها فعلا؟ وما مدى واقعية هذه المبادرة أمام العجز الأممي عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وحل مشكلة الوضع الميداني في المحافظة؟ قبل أن نستقبل ضيوف هذه الحلقة نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده زميلنا محمد عبد المغنم. محاولة أممية لتحصيل إيرادات موانئ الحديدة المحافظة الخاضعة وكل مواردها لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من 4 أعوام. مصادر مطلعة كشفت عن تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث مبادرة مؤقتة تتعلق بتحصيل إيرادات المحافظة وتحويلها لدفع مرتبات الموظفين. المبادرة تتألف من 5 بنود تتعلق بالترتيبات الفنية والإدارية لتحصيل الإيرادات، وتنص على أن يتم توريد رسوم جمارك وضرائب الواردات النفطية من موانئ الحديدة إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة. يكون للأمم المتحدة دور رقابي في هذه العملية لضمان شفافيتها، لكن مراقبون يجدون أن الأمم المتحدة تسرعت كثيرا بهذه المبادرة، خاصة وأن الوضع الحالي في الحديدة غير مناسب لتنفيذ هذه الخطوة بعد عجز الأمم المتحدة عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات بسبب عرقلة الحوثيين. الحكومة الشرعية في وقت سابق قدمت مبادرة لدفع رواتب الموظفين وحل أزمة المشتقات النفطية عبر تحصيل إيرادات موانئ الحديدة، غير أن ميليشيا الحوثي منعت التجار المستوردين للمشتقات النفطية من التقديم للحصول على طلبات التراخيص التي تسمح بدخول الشحنات النفطية إلى ميناء الحديدة. اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية حملت الحوثيين مسؤولية مفاقمة أزمة الوقود وعدم السماح بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية لمصلحة رفع ودفع رواتب الموظفين. مبادرات عديدة تطلق إذن لإصلاح الوضع الاقتصادي في الحديدة ودفع رواتب الموظفين، وتحديات أكثر تقف عائقا أمام كل خطوة، وبين هذا وذاك يظل المواطن الخاسر الأكبر في كل هذه الأزمات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر. مرحبا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى، ما مدى واقعية مثل هكذا مبادرة؟ هل يمكن أن تطبق في ظل هذا الوضع السياسي الذي تشهده المدينة؟ هل الواقع على الأرض يسمح بالانتقال إلى مبادرات اقتصادية قبل التوصل إلى اتفاق سياسي؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة أن هذه المبادرة هي ليست جديدة، وكانت مطروحة ضمن نقاشات التي تمت في ستوكهولم بالسويد، وكذلك أيضا النقاشات التي تبعتها في عمان لمعالجة أو للاتفاق على الملف الاقتصادي المتضمن مسألة جمع الإيرادات في بنك الحديدة، في فرع البنك المركزي في الحديدة، وبالتالي البدء بصرف مرتبات الموظفين المدنيين وفقا لكشوفات 2014. وهذه المبادرة بالتأكيد هي مبادرة إيجابية من حيث المبدأ، لأنها تعالج
مشكلة كبيرة تتعلق بعدم صرف المرتبات، لا سيما مرتبات المعلمين ومرتبات المؤسسات المدنية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وكانت الحكومة قد أعلنت أنها على استعداد في هذا الجانب، وأيضا الحوثي طالب وقال أنه مستعد من هذه، لكن من وجهة نظره للمضي في هذه المسألة. لكن كان الخلاف الجوهري في هذه النقطة هو مسألة من الذي يشرف ويدير هذه الأموال. نعم. كان الحديث أن يتم آخر اتفاق، تم الاتفاق عليه بين الحكومة وبالتفاهم مع المبعوث الأممي ومع فريقه، أن يتم إيداع الضرائب والجمارك في حساب في البنك، في فرع البنك المركزي في الحديدة، وبالتالي يتم من هذا الحساب الذي ستراقب الأمم المتحدة صرف المبالغ للموظفين. لكن كان واحدة من الشروط الأساسية للحكومة أن يتم موافاتها بكشف من الخزينة، من خزينة البنك المركزي في الحديدة، لضمان أن هذه الأموال لا تصرف في بنود أو في نفقات أخرى غير مرتبات الموظفين. أعتقد أن هذه كانت نقطة جوهرية، وكانت هي محل الخلاف أيضا في النقاشات والحوارات السابقة، لأن جماعة الحوثي تصر أن الأموال التي ستودع لابد أن تكون تحت إدارتها، تحت إدارة البنك المركزي في صنعاء، والحكومة طبعا تطرح أن يكون إدارة هذه الأموال عبر فرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وهو البنك المعترف فيه دوليا وكذلك الحكومة المعترف فيها. نعم. هذه واحدة من نقاط الخلاف الأساسية. في تصوري أنها يعني في حال عدم وجود معالجة دقيقة لهذه النقطة لن يحقق هذا الملف تقدما، لكن في كل الأحوال أي خطوات في هذا الجانب يجب أن تتم بشكل عاجل لإدارة هذا الملف، على الأقل لتخفيف الحالة الإنسانية التي يعاني منها قطاع واسع من الموظفين اليمنيين في المؤسسات الحكومية. نعم، سأعود إليك سيد مصطفى، تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في هذه الحلقة ضيفنا عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي الذي ينضم إلينا من ماليزيا. مرحبا بك سيد عبد الواحد، أهلا بك. إذن لعلك استمعت لحديث سيد مصطفى الذي ذكر أن هذه المبادرة ليست بجديدة، وإنما قد طرحت لأكثر من مرة، ربما 3 مرات من قبل الحكومة الشرعية، وقبلها أتت في اتفاق ستوكهولم كجزء من الاتفاق بعد الاتفاق السياسي. هل من الواقع أن يتم الجزئية، أن يتم الحديث أو تنفيذ الجزئية الاقتصادية في اتفاق ستوكهولم بمعزل عن الجزئية السياسية؟ هل يمكن ذلك سيد عبد الواحد؟ مساء الخير أولا. يا سيدتي الكريمة، رحم الله الرئيس الحمدي الذي قال التجريب بالمجرب خطأ والتصحيح به خطأ مرتين، لأنه بمتابعة الأحداث طوال السنوات الماضية وتوجهات المبعوث الأممي مارتن جريفيث والأمم المتحدة، نجد أن الأمم المتحدة بمبعوثها بمؤسساتها ليست إلا قوة تابعة وداعمة لميليشيا الحوثي سرا وعلنا، بداية من تمكين ميليشيا الحوثي من نهب المساعدات الإنسانية وتزويدهم بالمعدات والسيارات على مرأى ومسمع، وانتهاء بالتماهي المستمر مع الميليشيا والمبادرات المتكررة التي تصب في مصلحة الحوثي. لذلك من الناحية العملية زي ما ذكر الأستاذ مصر، فليس لدى الأمم المتحدة أي آلية تستطيع بها فرض أي مبادرات أو حلول حتى لو وافق عليها الحوثي، لأنه دائما ما ينقص بكل الاتفاقيات والعهود التي كان آخرها ولم يكن أولها اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يطبق منه شيء. ومن الناحية العملية فالمبالغ المزمع تحصيلها هي مبالغ صغيرة مقارنة بحجم مبالغ المرتبات التي يزعمون أنهم سيدفعوها، لأن هذه المبادرة لم تحدد مثلا من هي الفئة التي يمكن أن تغطي رواتب أن تغطي رواتبها من هذه الإيرادات. هل سيتم مثلا تغطية رواتب محافظة الحديدة مثلا؟ لنذهب نحو توضيح بسيط حول الخطوات العملية لهذه المبادرة.
ناهيك طبعا عن الفساد اصلا والمستشري في سياسات وادوات الامم المتحده الذي يضعف بدوره امكانيه وصول هذه المبالغ الى مستحقيها، خصوصا اذا ما عرفنا ان موظفي الامم المتحده الذين سيقومون بهذه المهمه لن يقومون بها مجانا، وممكن ان تلتهم رواتبهم وبدلاتهم هم جزءا كبيرا من مبالغ الايرادات التي يدعون انهم سيدفعونها الى موظفي اليمن. وعليه في رايي الشخصي ليس لدى الامم المتحده اي اليه يستطيعون بها فرض هذه المبادره على الحوثيين وضمان عدم الخروج عنها، وكل ما يمكن ان تعمله الامم المتحده هو شرعنه اي مخالفات وتجاوزات سيقوم بها الحوثي. والامم المتحده لو عندها نيه حقيقيه لدعم الحكومه الشرعيه في جهود دفع المرتبات ودعم الاقتصاد كانت مثلا وافقت على توريد مبالغ المساعدات المقدره بالملايين سنويا الى البنك المركزي اليمني والمصارفه عبر البنك للإنفاق على مشاريعهم الإنسانية في اليمن. وإذا رغبت الحكومة الشرعية والمتحدة في تنفيذ هذه المبادرة فيجب زي ما ذكر أستاذ نصر أن تخضع كل عمليات المبادرة للشفافية والإصلاح الكامل. نعم، سأعود إليك يا سيد عبد الواحد للحديث عن هذه الجزئية وواقعية الحديث عن تسوية بين أطراف، أحد هذه الأطراف ليس متواجد في داخل اليمن ويواجه انقلاب ثاني في مناطق سيطرة الشرعية. بالعودة إليك سيد مصطفى نصر، تقارير الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي أكدت أن المساعدات التي تدخل اليمن عبر ميناء الحديدة وعبر الحوثيين لا تذهب للمحتاجين وتذهب للسوق السوداء ولا يتم توزيعها بالشكل الصحيح، إذا لماذا يستمر العالم بإدخال هذه المساعدات عن طريق الحوثيين؟ لماذا لا يتم إدخالها من المنافذ في مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؟ لماذا يصر أن تكون هذه المساعدات عن طريق ميناء الحديدة؟ لماذا لا يتم تجريد الحوثيين من نقطة قوتهم هذه؟ الأمر أشبه بأن يتم أن تقوم جهة باعتقال مجموعة من الأشخاص في منطقة محددة وتساوم بحياتهم، هذا هو المختصر للقصة كلها، سواء كان فيما يتعلق بموضوع الآن الرسوم التي يتم دفعها حول من المشتقات النفطية ويراد توريدها إلى فرع البنك المركزي أو ما يتعلق بالمساعدات. المشكلة أن جماعة الحوثي مسيطرة على المناطق التي تحت نفوذها، وبالتالي الأمم المتحدة أيضا غير قادرة على التعامل مع أي طرف يعني أو على التعامل مع أي طرف باستثناء جماعة الحوثي، يعني هي مجبرة على التعامل معها. أيضا المساومة في موضوع عندما يعني فرضت الحكومة على سبيل المثال هذه الرسوم بأنها تأخذ رسوم المشتقات النفطية سواء كانت الضرائب وغيرها، جماعة الحوثي منعت الشركات والمستوردة من تسليم هذه الأموال إلى أو من الاستيراد عفوا. الموضوع الآخر ينطبق على موضوع العمل الإنساني، يعني كيف ستدخل هذه البضائع أو المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتهم؟ من سيقوم بتوزيعها؟ للأسف الشديد يعني الآن سواء كانت الشركات التجارية أو المنظمات المعنية بالجانب الإنساني سواء كانت المنظمات الدولية أو المنظمات المحلية كلها لا تخطو خطوة واحدة إلا بترخيص من جماعة الحوثي، ولا بد أن يكون مرضي عنها من الجماعة، وهي من تحدد وتشرف على كل خطوة من الخطوات حتى أبسط الخطوات فيها. يعني أنت تتحدثي الآن عن أي نوع من الإرادة التي يمكن أن تفرضها سواء كانت الأمم المتحدة أو غيرها، لا يوجد، وبالتالي هنا تكمن المشكلة. وهذه ما حدثت الآن هي لملمة، ما حدث من موضوع لملمة للمشكلة، لأنه يعني منع التجار من الاستيراد إذا ما دفعوا المبالغ للحكومة وفقا لقرارها الأخير، وبالتالي ظل الناس بدون مشتقات نفطية. إذا يعني المواطنين وقعوا بين يعني مشكلة كبيرة بين قرار الحكومة الذي هي لا تستطيع
أن تنفذه بشكل كامل، وأيضا قرار الحوثيين الذي لا يعنيهم أيضا أن لا يكون هناك مشتقات نفطية. وبالتالي خضعت أو لجأت الأمم المتحدة لحل حالة هذا الموضوع، لمحاولة لإيجاد حل، لكن في تصوري فعلا أن هذا الحل قد لا يصمد كثيرا بسبب أيضا التوجيهات والتعنت الذي حاصل ومظاهر واضحة. نعم سيد مصطفى، ابقى معي سأعد لك للحديث عن المسؤولية الأخلاقية للحكومة الشرعية فيما يتعلق برواتب المواطنين في الحديدة ورهن رواتب المواطنين بإيرادات الميناء. أعود إليك سيد عبد الواحد، عندما يتم الحديث عن تسوية سياسية أو اقتصادية أو غيرها تكون بين أطراف، يجب أن تكون جميع الأطراف متواجدة على الأرض. عندما تتحدث الأمم المتحدة عن أي تسوية سياسية أو اقتصادية في الحديدة وفي اليمن عامة، بينما الحكومة تعاني من انقلاب ثاني وغير متواجدة على الأرض، هل الأمم المتحدة بذلك تكون غير مدركة لحقيقة الأمر لأهمية تواجد الحكومة الشرعية على في اليمن ومعالجة ما تعاني من انقلاب ثاني في مناطق سيطرتها، أم تجاهل، أم كيف يمكن فهم ذلك؟ يا سيدتي الكريمة، ما تقوم به الأمم المتحدة أو ما يقوم به مارتن جريفيث هو وظيفة، هو يقوم بوظيفته ويحاول أن يعمل مبادرة هنا وهناك، ولا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد أن تكون هذه المبادرة ناجحة أو تنفذ أو أن يحصر المستحقين أو المواطن المغلوب على أمره على مستحقاته أو رواتبه. هو فقط يقوم بعمله ويحاول أن يظهر تحركات هنا وهناك من أجل مستحقاته أو بدلاته أو رواتبه. الموضوع بالنسبة له ليس أكثر من وظيفة، وكذلك الحال بالنسبة لبقية موظفي الأمم المتحدة. أما بالنسبة للحكومة الشرعية فلا يمكن أن تدخل في مبادرة مثل هذه، ولا يمكن أن تدخل مثل هذه المبادرات أي حيز للتنفيذ طالما وهي غير موجودة داخل محافظة الحديدة. مشروع أو مبادرة مثل هذه يجب أن تكون الشرعية مسيطرة على المحافظة لتتمكن من تنفيذها أو حتى تنفيذ أجزاء منها. بخلاف ذلك طالما والحوثي هو المسيطر، طالما والحوثي هو من يقول الكلمة الأخيرة في النهاية، فإذا لا سيتم إلا ما يريده الحوثي. وحتى لو تم إخضاع ال المشتقات نعم أعتذر عن رداءة الصوت، يبدو أن هناك خلل في المكالمة. أعود إليك سيد مصطفى نصر، أن يتم أستاذ مصطفى ربط رواتب الموظفين في الحديدة بمثل هكذا مبادرة وارتهان الرواتب لإيرادات الميناء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، هل من المسؤولية الأخلاقية أن يتم ذلك؟ ما ذنب المواطنين في الحديدة أن ينتظروا لاتفاق سياسي بين الأطراف المتصارعة حتى يتمكنوا من استلام رواتبهم؟ أليست هذه مسؤولية أخلاقية؟ تقع مسؤولية الحكومة الشرعية أن تدفع رواتب المواطنين في جميع مناطق اليمن. المعلومات التي عندي أن الحكومة الآن تدفع مرتبات الموظفين في الحديدة، تقريبا هي تدفع مرتبات الموظفين في الحديدة وتعز وبقية المناطق التي تسيطر عليها، لكن المتبقي الآن والحديث يتم عن صرف مرتبات الموظفين المدنيين في كل المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بما فيها المحافظات صنعاء وغيرها، سواء لا سيما القطاعات مهمة أو قطاعات ذات أولوية وليست إرادية كالتعليم وغيرها. صحيح، إذا لماذا يتم استثناء الحديدة؟ نعم إذا لماذا يتم استثناء الحديدة؟ لا الحديدة تدفع مرتباتها حسب
حسب المعلومات التي لدي أنها أنه يتم تسليم المرتبات من قبل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، وبالتالي ليست القضية الآن حول مرتبات الحديدة، وإنما مرتبات الموظفين المدنيين بشكل عام. نعم. المتبقين الذين لا يتسلمون مرتباتهم. فبالتالي عودة إلى سؤالك فيما يتعلق بهل هذه القضية، هذه إنسانية هذه القضية، بالتأكيد أن الموظفين فعلا أو قضية المرتبات للموظفين المدنيين يفترض أن تحتل أولوية ولا تخضع للمساومات. طالما وهناك فكرة لأن يتم تجميع هذه الإيرادات، رغم أنها فعلا كما قال الأخ عبد الواحد بأنه فعلا متواضعة ولا تغطي الاحتياج من المرتبات، وهناك عجز كبير اليوم أفصح عنه يتجاوز 2 مليار دولار كعجز الموازنة، لكن أيضا كمبادرة هي خطوة إيجابية إذا كان هناك استقلالية في القرار في هذه المسألة، إشراف واضح، ألا تكون المسألة مجرد يعني بروباغندا أو تلميع لجهود المبعوث الأممي أنه يقوم بدور إيجابي، لكن في الحقيقة أن هذه تتعثر. كان الملف الاقتصادي والمرتبات واحدة من الملفات الاقتصادية أو واحدة من الملفات النقاش سواء كان في ستوكهولم أو ما تبعها، وبالتالي هي مرتبط بحل بالاتفاق في الحديدة. للأسف الشديد حتى الآن لم يتم الاتفاق على إعادة الانتشار في الحديدة واعتبار المدينة مدينة آمنة، وبالتالي إدارتها بإشراف من سواء كان من القوات التي لم يتم الاتفاق عليها ولا من الأمم المتحدة، وبالتالي كيف يتم تسليم المرتبات المبالغ المالية إلى البنك، والبنك ما يزال تحت رقابة وتحت إشراف وإدارة وتوجيه جماعة الحوثي وتحت سيطرتها. هذه هي النقطة المهمة والنقطة التي كانت تطرحها الحكومة، والتي هي في تصوري يمكن أن تصنع صعوبات خلال المرحلة المقبلة. لكن إذا وجدت، أقصد إذا ما كان هناك نية لدى كل الأطراف أن قضية المرتبات قضية إنسانية ويجب أن تناقش من زاوية إنسانية، لأن هذا حق للموظفين الذين يعانون منذ أكثر من 3 سنوات، فيفترض أن كل الأطراف تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية. بالدرجة الأولى يعني جماعة الحوثي على اعتبار أنها تسيطر على الحديدة الآن، وأيضا من الحكومة المعترف بها دوليا الحكومة اليمنية أن تبذل أيضا جهدها لتسليم المرتبات، وهي ملزمة بهذه المسألة. كل الأطراف في الحقيقة ملزمة بإيجاد حل، لأن هذا حق أساسي من حقوق الناس أن يظلوا بدون مرتبات لهذه السنوات كلها. هذه تضاعف من المأساة الإنسانية، تضاعف من الكارثة الإنسانية، لكن يجب أن يكون الحلول مستدامة، أن يكون هناك فعلا اتفاق على آليات واضحة بحيث أن لا نكتشف بعدها أن يصبح هذه المسألة جزء من تمويل الحرب أو جزء من يعني مزيد من إعطاء يعني جماعة الحوثي مزيد من السلطات التي هي يعني مسيطرة عليها في إطار المحافظات المسيطرة عليها. نعم، الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. إذا بالعودة إليك أخيرا أستاذ عبد الواحد العوبلي، هل أنت معي؟ معك. نعم، أهلا بك. إذا ما هي فرص قبول الحوثي بمثل هكذا مبادرة، وما هي الأدوات التي تملكها الأمم المتحدة للضغط على الحوثي لتسليم إيرادات الحديدة والقبول بمثل هكذا مبادرة؟ هل يمكن للحوثي أن يتخلى عن إحدى نقاط قوته؟ الأستاذ مصطفى نصر طرح نقطة مهمة جدا، اللي هو شرط أن يكون لدى الأطراف المعنية النية الحقيقية في تنفيذ هذا الاتفاق. وبالخبرة المتراكمة نجد أن الحوثي ليس إلا ميليشيا لم تعنيه ولم تهمه نهائيا أن تكون أن يحصل الناس على مرتباتهم، وكل ما يهمه هو مصالحه الشخصية والإيرادات التي تدعم خزينته. وبالتالي بدون سيطرة حقيقية للحكومة الشرعية في الملف السياسي والسيطرة على الأرض،
لا يمكن لأي قضية اقتصادية أو إنسانية أن تحلحل. يجب على الحكومة الشرعية أن تتحرك على الأرض لكي يستطيعوا أن ينفذوا مثل هكذا مبادرات. نعم، إذن سيد عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي كنت معي من ماليزيا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، وكان معي الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، والشكر لكم على حسن المتابعة، وهو من زميلي معد هذه الحلقة محمد عبد المغني. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.